أول خبر معانا النهارده مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق الداخلية الساعة 7 بالليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. المباراة اللي بيلعبها الأهلي وهو متصدر ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، وكان الفريق انتهى من استعداداته للمباراة امبارح ولعب تمرينه الأخير على ملعب التتش بالجزيرة بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، اللي عمل محاضرة للاعبين واتكلم معاهم عن الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة. بالتوفيق يا رب للفريق النهارده، وان شاء الله نكسب علشان زي ما قلنا كده ايه نستريح في مشوار الدوري ونركز بقى في افريقيا الفتره اللي جايه. نروح بقى ليه